التعاون وفريق بلانكوس. المواجهة التي انتهت بتعادل كاري كاري، كان حاضر 2-2 فريق بلانكوس، الفريق اللي تأخر بهدفين أمام فريق التعاون، لكن عاد الفريق وقلص الفارق وفي الأوقات الأخيرة عدل الأمور وعدل النتيجة. لكن هذه القمة الثانية، مواجهة ثانية في مساء هذا اليوم بين فريق الجميع وعندك أكاديمية التحطيم. أي فريق يسعى لأجل أن يحقق نتيجة مهمة بالنسبة لفريق الجميع، وأيضا مهم بالنسبة لفريق التحطيم. وهذه الكرة السريعة، يا سلام يا سلام، كرة جول، كرة جول، تسديدة، كسب صفرة الحكم احمد عبدو. هذا الحكم مميز، هذا الحكم اللي احتسب خطأ لمصلحة اكاديمية التحطيم. لعبنا كرة حلالي، كرة تتهيأ وتسديدة قوية، الله على الكرة، الله على التسديدة من جانب حلالي، يا 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 على اكاديمية التحطيم. كرة الفريق اللي يقدم اداء الان داخل ارضية الملعب، كرة الان قد تكون خطرة، مر عدى عدى، لكن الحظ موجود، كرة الان استعاد الكرة لاعب فريق الجميع، الحماس من جانب الفريقين. يا سلام يا سلام يا سلام على كرة، الله، المرور كان جميل والتسديدة كانت قوية، لكن شوف التحول السريع، مواجهة مفتوحة من تحطيم، لكن عندك اسمراني اخر موجود في البنك الايسر بالنسبة لفريق الجميعي. يا سلام على كرة قوية، الله، يا حلالي يا حلالك يا حلالي يا حلالك يا حلالي، كرة ما اكثر الفريق اللي وصل، نعم كان وصول الفريق يعني اللي عدت من اكثر من ست كرات، وتمرير الان على فكرة الكرة على مرتين، وكرة سريعة في منتصف الملعب، تمريرة حلالي، يا حلالك يا سلام، الكرة الآن هذه وين عادت الكرة؟ وين التمريرة؟ للرقم 6 حربي، يا ناس حربي، عدى 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 اللعيب، فضل بأن يصنع الشيء، يطلع الكرة الشاب، يطلع الإبداعات الجميعة، لاعب كل قوة حتى وكسب لبر كرية من لا شيء للتحقيق اللعب. الكرة الآن هذه عالية رأسية قوية، وين هذه تسديدة، هذه كرة، هذه خطرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذه الكرة، يا سلام على فريق التحطيم. لكن عمر بالكعب حاول كرة تقطع شوط أول ممتع، يا ناس شوف أنت لاعب، شوف المرور، تمريرك كانت ما بين الأقدام، شوف التقدم، كرة أخيرة ممكن، الإبعاد الإبعاد من جانب عثمان. نعم مشاهدينا، ضمن هذه المواجهة أو ضمن هذه القمة. ثقفي خلف المخالفة الجانب رقم 90 أحمد الأنصاري، كرة الآن بأرضية عالية رأسية من جانب صالح عبدو، لكن رصيد صالح كانت بعيدة على مرمى الحارس فوال. دحمي تقدم، دحمي مش عليه، دحمي كرت أصفر، وعندك عمر حكمي صاحب الرقم 8 اللي أضاع عدة كرات. هذا عمر، عمر لعب كرة باتجاه عبد الرحمن، عبد الرحمن مر عدى تسديدة، يا على الكرة، سلام عثمان مر، عثمان يتقدم، مدافع تقدم، لعب له كرة رائعة، يا سلام يا عثمان، هو مدافع تقدم، عدى يصنع الهدف الأول، لكن الكلام عند مين؟ عند اللي سجل، عند حربي، عند الدبور، عند الاسمراني، يا سلام يا اسمراني، يا سلام يا حربي، اسمر جميل، اسمر اسمراني، يسجل الهدف الأول، شوف الجنيه.
نشاهد سيل الجماعي. كرة الآن هذه عالية وين؟ الإبعاد عيناك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الله على كرة، الله 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 على كرة كانت قوية. سعد لعب له كرة، يا السلام يا السلام على التمريرات بجانب التحطيم وكرة لعبد الرحمن. يا الله برافو يا عبد الرحمن، برافو يا عبد الرحمن الشهري. مركز الصفراء وخطة للجماعي أحمد الأنصاري لعب له كرة، كرة تعالية بحثا عن الرؤوس وتسديدة. الله على تسديدة على كرة إسماعيل. حسن في جولة وتعادل في جولة، وهذه جولة ثالثة مهمة بالنسبة للفريقين. يا الفريق التحتين عنده أربعة نقاط وكرة الآن هدف التأمين، هدف الفوز، هدف الوصول، هدف التأهل للدور القادم. نعم تركي 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 الجناح الأيمن يسجل الهدف الثاني. نعم يسجل الهدف الثاني للتحطيم، فريق التحطيم هذا الفريق القادم من جدة. الفريق القادم من جدة يذهب لجدة، هو سعيد، هو فايز، هو فايز بالنتيجة. تركي يا ولد يا تركي يصنع للبديل، البديل مثنى يسجل الثالث، يسجل الثالث. واحد اثنين ثلاثة يا لجمال عيال جدة على كيفهم والله. يسجلون الثالث، يسجلون الثالث بالثلاثة بالثلاثة، وعيال جدة وعيال جدة للدور القادم. تقطع الكرة تمريرة وصلت الكرة أمامية، وين عثمان يا ولد يا عثمان؟ هذا هذا عثمان، هذا اللي الصراع الأول. شوفوا الهجوم، شوفوا الهجوم، هذا حربي صاحب الهدف الأول وهذا صاحب الجول الثاني. وكرة يا 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 على كرة تركي. خطة لأكاديمية التحطيم أحمد عبد يراقب الوقت، الحكم اللي شاهدناه في بطولات الرابطة. وكرة الآن تعود للخلف للدافع ماتع، لعب له كرة ثانية ثانية ثالثة رابعة. صالح عبدو والحكم يبدأ.